كانت الطفلة ريدوشي تبلغ من العمر 12 عاماً عندما اختطفها تجار الرقيق عام 1860 من قريتها الوادعة في بنين غرب أفريقيا لتنقلها سفن العبيد إلى الولايات المتحدة رفقة العشرات من الرجال والنساء والأطفال المستعبدين. هناك حيث تعرضت ريدوشي للضرب والجلد بالسياط، وأطلق مالكها عليها اسم سالي سميث. وعلى الرغم من إلغاء العبودية بعد استعبادها بخمس سنوات، فقد عاشت ريدوشي لتصبح الناجية الأخيرة من جرائم الاستعباد عبر الأطلسي، ولتشهد على توحش الجشع البشري واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان. ولكن ريدوشي لم تتخلى عن طفولتها وذاكرتها، ولم تتحول إلى سالي سميث كما أراد لها مستعبدها الجشع، بل نجحت في نقل لغتها الأصلية إلى ابنتها، وحافظت على ثقافتها وهويتها الأفريقية رغم أنها ظلت تعمل في نفس المزرعة بولاية ألاباما الأمريكية لنحو 70 عاماً، حيث توفيت عام 1937. واليوم بعد نحو 8 عقود على وفاة ريدوشي لم يتغير الكثير، فوفقاً للتقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص جلوتيب الصادر عن الأمم المتحدة، فإن واحداً من كل 3 ضحايا للإتجار بالبشر هو طفل يشبه ريدوشي، يتعرض لأحد أشكال الإتجار كالعمل القسري أو الجريمة أو التسول أو الاعتداء الجنسي أو الزج في نزاعات مسلحة. ويشكل الفقر والهجرة وتدفقات اللاجئين والنزاعات المسلحة والأسر المفككة ونقص الرعاية الأبوية أهم أسباب هذا الإتجار المشين. لذلك أقرت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها لمساعدة الدول في تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص. كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013 قرارها رقم 68/192 الذي كرس 30 من يوليو يوماً عالمياً لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وتكريماً لذكرى ضحايا هذه الجريمة البشعة الذين لم تذكرهم صحائف التاريخ كما ذكرت ريدوشي من بنين.